رجعنا لكم مشاهدينا وفقرة عين بنرجع بيها مرة تانية لنهارك سعيد. الفقرة دي بيساعدنا يكون معانا فيها الحياة مصورة شاطرة جدا ومجتهدة جدا، موهوبة كمان جدا متميزة، ورغم انه بيبقى فيه صعوبات كتير جدا في فكرة التصوير الصحفي. هنعرف منها كل التفاصيل دي النهاردة، وهيكون معانا الصحفية او المصورة الصحفية بسمة فتحي. صباح الخير يا بسمة. صباح الخير سارة، عاملة ايه؟ الحمد لله. بسمة، من امتى تقريبا وانت بتشتغلي في التصوير الصحفي؟ يعني بدأت كده من حوالي 4 سنين في كذا جورنال او كذا مكان. يعني اشمعنى التصوير الصحفي بالتحديد يعني؟ لا، هو انا درستي في الكليه، او انا درست تربيه فنيه في كليه تربيه فنيه، فيعني كنا بنمارس تصوير بس العادي، مش التصوير الصحفي. يعني التصوير الاقرب اللي هو التصوير الفني، او التصوير اللي هو فوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي اللي هو الفني، اللي هو اللي مثلا المناظر الطبيعيه، اللي هي البورتريه، اللي هي الحاجات بعيده شويه عن الصحافه وتغطيه الاخبار. بس بعد فترة من ممارستي للتصوير الفني ابتديت اتجه شوية للتصوير الصحفي، التصوير اللي هو يعتبر بيهتم شوية بالأخبار ومشاكل الناس، أو اللي هو بتغطي الأحداث يعني. طب بسمة، كويس انك ذكرتي دلوقتي التصوير الفوتوغرافي، لان انا عايزه اعرف ايه الفرق، يعني ايه الفرق ما بين التصوير الفوتوغرافي او تصوير المناظر الطبيعيه وما بين التصوير الصحفي؟ تمام. هو يعني هما التصوير الفوتوغرافي اللي هو كسواء تصوير فني او تصوير صحفي. التصوير الفني اللي هو ليه علاقه بان انا بظهر فنيات معينه، بس اللي هو مش لازم يبقى ليه رساله او ليه حاجه موجهه، يعني بيبقى فن لمجرد الفن، بمعنى منظر طبيعي عجبني مثلا، بورتريه مثلا، اي تصوير بيعبر عن الصوره الحلوه اللي انت شايفاها. لكن التصوير الصحفي مختلف، ان التصوير الصحفي له علاقه شويه بالناس وبالمشاكل وبالاخبار وبالاحداث الجاريه اللي بتحصل يعني حوالينا، فانت يعني لازم بتصوري حاجات يعني لها علاقه شويه بالناس يعني. بالطبع بتكوني في قلب جميع الاحداث او معظم الاحداث اللي بتحصل او الاحداث الجاريه اللي بتحصل، بالرغم ان هي ممكن تكون ممتعه جدا انك تكوني جوه حدث، سواء حدث كان سيء او حدث كان مفرح او كويس، بس اكيد بيحصل لك بعض المخاطر، يعني اكيد ممكن تكوني بتواجهي بعض المخاطر. حصل ده معاكي قبل كده؟ اكيد. واتصرفتي طبعا. ازاي بقى؟ احكي لنا يعني. تمام. هو يعني وانا عامه في الاحداث الوقتيه انا ما خطيتش احداث بره مصر قبل كده، بس هي كلها جوه جوه مصر؟ مصر. الفكره ان بس الفكره ان الوقت ده بالذات الظروف في مصر صعبه شويه، ان فيها يعني الاحداث بتحصل بسرعه وبتحصل اكيد كتير جدا. بتنزلي بقى الاحداث دي يا بسمة ولا فهي يعني هي بس صعوبتها في هو يعني هو الموضوع فيه متعه طبعا اكيد، بس في يعني 90% ريسك، يعني انت نازله مش عارفه انت هترجعي ولا لا، وبعدين نازله مش عارفه ايه اللي يحصل، لانك بتبقي مثلا بتغطي الحدث، حتى لو حدث كبير زي اشتباكات الحدث بيبقى شغال قدامك عادي وهادي، وانت عارفه بتاخدي زاويتك منين، بتتحركي ازاي بتعملي حمايه لنفسك وانت بتصوري، بس في نفس الوقت انت ما بتبقيش متخيله ايه اللي ممكن يحصل فجاه زي كل ليه ما الاحداث. بيحصل لكمش اي حمايه؟ يعني احنا معروف ان الصحفيين المفروض بتحصل لهم من خلال تغطيتهم للاحداث بيكون ليهم حمايه معينه. لا طبعا. هو يعني او اصلي يعني مثلا انا كصحفي باخد الخبر غير صحفي باخد الصوره، ان المصور لازم يقرب قوي علشان يقدر ياخد الصوره، انا مش هاخد الحدث عن طريق التليفون او عن طريق التلفزيون، فبضطر اقرب. لكن حمايه ازاي والحدث شغال قدامك، فانت بتضطر تقربي، بس انت بتحمي نفسك عن طريق زوايا معينه بتاخديها في اتجاهات مثلا، يعني بتحاولي تاخدي من مكان عالي لو الدنيا بتبقى صعبه او لا تنزلي يعني عادة تصوري. بنشوف بره انه اي مصور بيكون جوه حدث معين بتتوفر له الحماية، يعني ما بيتضربش، ما بتحصلوش اي ده بره مفاجآت. المفروض انه بره وجوه يعني، ده المفروض، يعني بس هو بره ده ما حصلش يعني معاكي. لا بس هو يعني انت ممكن بتحمي نفسك بشكل شخصي، بمعنى انك مثلا يعني مثلا بتلبسي خوذه، لو في قنابل مسيله دموع بتحطي اللي هي الكمامات دي دي حاجات مثلا. شخصية جدا. بالظبط. لكن في العادي يعني مثلا حتى بره معروف جدا لما بيبقى في مظاهرات كبيره مثلا وبيبقى في اشتباكات، بيبقى المصور معروف ان هو ما حدش بيقرب منه، ما بيتضربش مثلا. لكن انت في كسواء في مصر او في اي دوله عربيه ده ما بيحصلش يعني. لا بيبقى يعني فكرة ان انت خط احمر ما حدش قرب منك لانك صحافة بتغطي مش بتشاركي في الحدث. ايوه لا ده يعني مش موجود قوي، لا مش موجود او ما طبعا. شفتيهوش انت شخصيا لا يعني. مش موجود. طب بتتعاملي زيك زي كأنك يعني انا بصور زي ما كأني بحذف طوب، يعني اللي هيحصل للمتظاهر اللي جنبي زي اللي بيحصل لي يعني. طبعا ده شيء، ده هو ده المخاطر بعينها. طب بسمة، ايه الشروط المعينة او الكفاءات يعني اللي المفروض تكون موجودة في المصور الصحفي؟ لا هي بصراحه مش فكره شروط قوي قد ما هي خبره، وانت هتقدري تستحملي ده ولا لا.
يعني انت بتنزلي بتغطي زي المتحرك وما بتبقيش عارفه ايه هو ايه اللي ممكن يحصل تحديدا. تمام. بس فهو يعني اكيد في نوع من الجراءه او نوع انك يعني ما عندكيش مشكله بتحبي تخاطري شويه. اوكي. لكن في ناس بطبيعتها لا هي اصلا بتخاف او بتقلق فغصب عنها ما بتقدرش تستحمل الاجواء دي يعني. بتحضري معارض او حصل ان انت في ال4 سنين اللي فاتت دول جمعتي صور لموضوع معين وعملتي له اه معرض؟ اكيد طبعا. احكي لي عن المعارض اللي انت حضرتيها والمعارض اللي انت عرضتي فيها هو حاجتك. طبعا طبعا تبع مثلا نقابة الصحفيين بيعملوا لشعبة المصورين معارض او كده، فطبعا بحضرها بحب اتفرج على شغل كسواء شغل زمايلي او شغل ناس يعني صحفيين من بره مصورين من بره يعني. اني طبعا بتتفرج على الاحداث كلها من كل الزوايا يعني. حلو. بس والمشاركة طبعا من وقت للتاني بيعملوا معارض، فانت بتشاركي بقى بالصور بتاعتك في يعني من وقت للتاني بتحطي يعني. صورك يعني، عملتي لنفسك معرض كده اه خاص اكيد. وحطيتي فيه صورك اه يعني، من ايام الكليه يعني. بتعملي صور مختلفة عن بعض ولا كلها بتبقى بتتكلم عن موضوع معين؟ على حسب تمت المعرض يعني، في اوقات بيبقى معارض معموله عشان فكره معينه فانت بتضطري تحطي صور على نفس الفكره، وفي معارض لا بتبقى مفتوحه يعني بيسموها لقطه حره فانت بتحطي اللي انت شايفاه يعني. المفروض ان الصوره اللي بتاخديها وانت بتلقطي صوره جوه حدث معين بتاخديها علشان تثبتي انه هي ضد ولا مع، ولا لازم تكون الصوره دي صوره حياديه جدا؟ لا طبعا انت لما بتنزلي تغطي لازم بتعملي تبنتي موضوع، انت مالكيش دعوه بالحدث، انت بره بغض النظر عن الاتجاهات الشخصيه يعني. انا في شغلي حاجه وبره حاجه، بمعنى النازله لا انا بغطي اللي موجود كله حتى لو بيسيء للناس اللي انا معاهم المفروض في اتجاهاتي الشخصيه يعني. بس انت لا انت بتغطي كل اللي موجود باي شكل من الاشكال يعني. احنا معانا صور النهارده مش كده؟ اه طب مش نشوفها بقى مع بعض ولا ايه؟ عايزين نشوف الصور اللي معانا. لما تجهز بليز قولولي. اول صوره اهي، اسوان، لا ايه، لا تفريط، صح؟ لا تفريط. اه لا ده كان تفريط، من مظاهرة امبارح اللي هو جمعة حرائر مصر. رد الشرف، مظاهره امبارح، صح؟ اه رد الشرف. ودي صوره ايه؟ دي صورة هم عاملين معرض في الميدان للصور يعني لصور الأحداث اللي فاتت. وده كان صورة نعش لحشد، رمزي. حشد كبير جدا جوه الميدان. جوه الميدان. رحتي الميدان كتير يا بسمة؟ اه اكيد. ودي صورة ودي التفات برضو من امبارح من جمعة امبارح. تمام. ودي برضو صور كلها من الحشد اللي كان موجود في ميدان التحرير. اه كان هو امبارح كان في تواجد نسائي كبير طبعا. حتى كان امبارح جمعة امبارح كانت منظمة دي ممرات بيعملوها البنات تعدي من خلالها علشان ناحية المنصة، ايوه. هي نوعا ما كانت منظمة ان كان كمان الشباب عاملين زي دروع بشرية كده ان البنات تعدي منها. يعني كويس، كان الحقيقة كانت مشرفة يعني، هي كانت منظمة بغض النظر ان كان في حشد كبير ولا لا، بس هي كانت كانت نوعا ما منظمة منظمة يعني. اه حضرية. بالظبط. لحد دلوقتي نزلتي ميدان كام مرة؟ واكتر مرة شفتي انه الميدان او اخدتي صور حضرية جدا هي ساعة الثورة. وقت الثورة؟ اه وقت الثورة. نزلتي وقت الثورة على طول؟ يعني بعد 28 يناير. لا كان الدنيا كان في منظمه، وكان في بقى يعني كمان اللي هي فكره اللافتات بيعملوا لافتات فيها فن وفيها فكره يعني. كنت كل يوم تصحي كده على لافته جديده بيكتبوها او مطلب جديد بشكل لطيف يعني. فلا ساعه الثوره يعني لو ما في خلال ال 18 يوم دول كان عملت صور كويسه في يعني. المستقبل ان شاء الله عايزة يكون عندك مجموعة من الصور، او تكوني اكيد المصور الصحفي يبقى عندك اكتر من اتجاه او اكتر من اتجاه او جانب من في الشغل. حابة انك يكون الجانب اللي له بصمة عندك ايه هو؟ لا هي يعني تغطية الأحداث يعني، أنا بشوف إن الاحداث هي أهم. المهمة. اه وبجد لما كمان بتسجلي مشاعر الناس كسواء في أحداث كبرى مثلا يعني أو ده بحس إن هو لطيف إن احنا نسجل مشاعر الناس في الأحداث دي بتبقى عاملة إزاي يعني. لا، شيء جميل جدا بجد بجد. بسمة نورتينا النهارده، شكرا سلامة. وبشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. ميرسي جدا يا شكرا بسمة. شكرا شكرا. شكرا. مشاهدينا، كان معانا بسمة فتحي، مصورة شابة وموهوبة جدا. عرضنا مع بعض الصور اللي اخذتها في ميدان التحرير، وكلمنا عن مهنة التصوير الصحفي والفرق بينه وبين التصوير الفوتوغرافي. بكده تكون خلصت فقرتنا، هنروح للفاصل نرجع مرة تانية عشان نكمل باقي فقراتنا. ونهارك سعيد. Thank you.